وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للبدء بتنفيذ مشروع المسح الصحي الوطني في مطلع العام المقبل، الذي سيشتمل عينة من 4000 أسرة بحرينية وغير بحرينية والأسر الجامعية في كافة محافظات المملكة، بمشاركة ما يقارب 40000 باحث ومشرف ميداني من وزارة الصحة لمدة تستمر حتى 5 أشهر تقريبا من تاريخ إطلاق المسح. يهدف المسح إلى دراسة الواقع الصحي للمجتمع البحريني وتحديد خصائصه ومعرفة ما إذا كان النظام الصحي المعمول به حاليا يحقق أهدافه المنشودة، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات صحية تساعد صناع القرار على تطوير السياسات والبرامج الصحية السليمة التي تصب في مصلحة المريض. يأتي تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في سياق برنامج عمل الحكومة، كونه سيسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة. يذكر أن المسح الصحي الوطني هو مسح معتمد دوليا من قبل منظمة الصحة العالمية، وجرى تنفيذه في أكثر من 70 دولة.